يا أهلا فيكم من جديد. رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان نقصا في عدد الأسرة الضرورية لتنويم المرضى بمجمعات الأمل للصحة النفسية، إذ أدى رفض بعض العائلات والأهالي تسلم مرضاهم المتعافين إلى تفاقم أزمة الأسرة في مجمعات الأمل النفسية وتكدس الكثير من المرضى في المستشفى برغم انتهاء فترة علاجهم. للحديث حول هذا الموضوع يلتحق معنا بعد قليل عبر الهاتف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، ومعنا هنا في الاستوديو المتحدث الرسمي بمجمع الأمل للصحة النفسية الأستاذ حمد بن مشخص العتيبي. حياك الله أستاذ حمد. يا أهلا وسهلا فيك. طبعا خلينا في البداية، شفت التقرير أو اللي رصدته جمعية الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان حول نقص الأسرة في مستشفى الصحة النفسية للأمل، أنا أبي بس تعليقك على هذا التقرير في البداية. جميل. التقرير حقوق الإنسان يتحدث عن المملكة ككل، جميع مستشفيات الأمل والصحة النفسية في المملكة، وأكد على بما فيها مجمع الرياض، بما فيها مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض، وهو أبو مجمعات الأمل في المملكة، يعتبر أول مجمع للصحة النفسية في المملكة وأكبر مجمع في الشرق الأوسط للصحة النفسية. التقرير أعطى نظرة شمولية لعدم توفر أسرة لبعض المطلوب تنويمهم في مجمعات الأمل أو مستشفيات الصحة النفسية التي لم تصبح مجمعات، وأعطى مؤشر لأن السبب الرئيسي الذي يقف خلف شغر الأسرة هو المرضى المزمنين، المرضى الذين طال بقائهم رغم أن الرأي الطبي يرى خروجهم، وهي معاناة يعاني منها جميع مستشفيات الصحة النفسية في المملكة. مرضى طويلي الإقامة، مرضى مرفوضين من أهاليهم، أو مرضى لا تتوفر معلومات عن أهاليهم وأهاليهم أو يرفضون استلامهم، فلذلك يكونون في بقاء في المستشفى ويكون حاجز سرير رغم أن هناك مريض يحتاجه. طيب أنا أستأذنك معي اتصال وبيك تعلق على، يعني حتى بإمكانك الداخل مع يعني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني. دكتور حياك الله معنا. خليني أسألك في البداية عن ما رصدتموه في مجمعات الأمل للصحة النفسية. ذكرتم أنها نقص الأسرة كانت أزمة من الأزمات الموجودة، هل هذا هو فعلا اللي رصدتموه ولا في حتى أمور ثانية رصدتموها في تقريركم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وحيا مشاهديكم. لا شك أن هناك نوعا من المعاناة فيما يتعلق بتمكين المرضى النفسيين من الحصول على حقهم في العلاج والرعاية في الوقت الحالي، ونامل أن هذا الوضع أنه يتعدل. يعني ربما تابعتم اليوم كان في تقرير منشور عن مستشفى الأمل بالرياض يستقبل في العام ما يقارب 35,000، وعدد الأسرة اللي في الطوارئ متاحة ممكن تكون في حدود 10، ممكن تطورت الآن وربما إلى 20، لكن هذا لا يتناسب مع الحالات التي يطالب ذويها بتنويمها وعلاجها لأنها أصبحت خطرا على نفسها وعلى من حولها. هناك إشكالية في عدد الأسرة، وهناك إشكالية في الآلية لإيصال هؤلاء المرضى النفسيين إلى المصحات النفسية. كمان هناك أيضا إشكالية فيما يتعلق ببعض الحالات التي قد تأخذ فترة طويلة في تشغل الأسرة ولا يستطيع أو ذويها استلامها لأنهم بعد البحث، وصحيح هناك حالات نجحنا في إقناع أسرها باستلامها، لكن هناك أسر غير قادرة على التعامل مع هذه الحالات، بل تنتكس وتعود إلى إما إدمان المخدرات وإما طيب بسبب دكتور. طيب دكتور، يعني أنتم ذكرتوا حتى من ضمن الأمور أنه سبب نقص الأسرة أن بعض المرضى يعني أهلهم رفضوا استلامه وبالتالي بقوا في المستشفى، هل هذا يعني هو العذر ولا منطقيا يعني كنسبة وتناسب أصلا عدد الأسرة عندنا غير كافي من الأصل؟ هذا صحيح، يعني عدد الأسرة من الأصل غير كافي، بل غير كافي بنسبة شاسعة وغير مبررة. طبعا كما تعلمون في الفترة الأخيرة صدرت موافقات على اعتماد إنشاء مستشفيات للصحة النفسية بعد صدور نظام الرعاية الصحية النفسية،
ونامل من هذه المستشفيات أنها تستوعب مثل هذه الحالات الكبيرة ويخفف الضغط على المستشفيات القائمة حاليا. لكن أيضا نحن بحاجة إلى إيجاد دور أو أماكن رعاية تكون وسط بين العلاج وبين استقبال الأسرة للمريض وإخراجه إلى المجتمع، بحيث أنه يمكن تحت رقابة طبية يحدث التدخل الطبي كلما اكتظت الحالة، وفي نفس الوقت لا يخرج إلى المجتمع أو يسلم إلى أسرته، لأنه ثبت أنه عندما يخرج أنه يعود وينتكس من جديد، ويحدث هناك بعض الأحيان بعض التجاوز على المحيطين به. طيب دكتور أسألك عن أشياء ثانية، الخدمات الطبية داخل المستشفيات، مستشفيات الصحة النفسية، كيف شفتوها؟ كيف شفتوا تعامل الممارسين الصحيين مع المرضى النفسيين؟ شيء ثاني، هل البيئة داخل مستشفيات الأمل للصحة النفسية بيئة فعلا صحية للمرضى النفسيين، ولا شفتم أو رصدتم ملاحظات لا والله تحتاج إلى الوقوف عليها؟ هناك اجتهاد لا بأس به من العاملين في هذه المستشفيات في محاولة الوفاء بأقل الالتزامات لتأدية الحقوق في هذا الجانب، لكن الإشكالية قد يكون العدد قليل، البيئة المحيطة بالعاملين وبالمرضى غير مشجعة لتقديم العناية المطلوبة أو بالجودة المطلوبة. أضف إلى ذلك أن أيضا هناك أحيانا نقص في التدريب والتعليم والتثقيف لمن يتعامل مع المرضى النفسيين. المريض النفسي هو مريض نفسي، وبالتالي له حقوق كثيرة فيما يتعلق بكيفية التدخل، بكيفية العلاج، بكيفية التعامل، وبكيفية المراقبة. هناك لا شك هناك قصور، لكن يعذر فيه المحيطين بالعمل لمحدودية البيئة المناسبة التي تحتاج إلى دعم، تحتاج إلى تكلفة مالية أو ميزانية مالية إضافية، تحتاج إلى تشجيع، تحت الرعاية الصحية لدينا النفسية تحتاج إلى جهد مضاعف لنصل إلى المستوى المطلوب. شكرا دكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أخذ تعليقك وتعقيبك على ما ذكر، بس خلينا نطلع احنا وياك المشاهدين بفاصل قصير وبعد ذلك لنا عودة. أهلا فيكم من جديد، نتابع حديثنا عن التكدس في مجمعات الأمل. كان معنا قبل قليل الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستمر معنا الأستاذ حمد بن مشخص العتيبي المتحدث الرسمي بمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض. باختصار تعليقك على ما ذكر الدكتور مفلح. كلام الدكتور مفلح كلام واقعي، كلام صحيح وكلام مقنع، وكل العاملين في الصحة النفسية يؤمنون بما ذكره الدكتور مفلح من أن هناك حاجة لزيادة عدد الأسرة، من أن هناك تكدس، من أن الأسرة لابد أن تكون شريك في العملية العلاجية. كل منشأة لديها إيجابيات ولديها قصور ولا يوجد كمال. أنا أتحدث عن مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض، هناك سعي وهناك جهود يبذلونها الزملاء العاملين مع المرضى النفسيين، وأعانهم الله حقيقة، يعني جهود تذكر فتشكر. ولا يمكن، وش الجهود هذه؟ والله التمريض مثلا التمريض أنه يصل إلى أنه يتعلق بكل خصوصيات المريض حتى وهو داخل الحمام. أكرمكم الله أن المريض يكون مرافق داخل الحمام، أنا أقول أنها جهود تذكر فتشكر لهم، وبيض الله وجيههم على كل ما يقومون فيه. مثلا بالنسبة للمرضى المزمنين في مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض، إحنا عندنا مثلا الآن نبي نحاول أن نصل إلى 680 سرير، كانت البداية في حدود 400 بداية المجمع، الآن نحاول قدر المستطاع وإن شاء الله أن الوزارة تدعمنا في الموضوع هذا أن نصل إلى 680 سرير ما بين طبي وما بين تأهيلي. عندنا إشكالية حوالي 207 سرير يشغرها مرضى مزمنين، منهم بعض المرضى لهم حوالي 20 سنة. 20 سنة يعني هو منوم في المجمع. تخيل أن عندك في حدود الآن يعني في حدود 50% من الطاقة الاستيعابية لأقسام الصحة النفسية مشغولة، ومشغولة بمرضى دائمي الإقامة. الآن المجمع حاول قدر المستطاع أن يتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في إنشاء دار الإخاء الاجتماعي، ثم في فترة من الفترات رأى المقام السامي أن مجمع الأمل للصحة النفسية هو الأدرى في الموضوع هذا، هو الأدرى في التعامل، فسحب
المشروع ككل من وزارة الشؤون الاجتماعية وأعطي لمجمع الأمن للصحة النفسية بالرياض، والآن لديه خطة توسعية لدار الإخاء اللي يوجد فيه جميع المرضى الموجودين في دار الإخاء الذين لا يوجد لهم راعي أو الراعي الوحيد لهم لا يستطيع التعامل معهم. فلذلك الآن عندنا خطة توسعية، وعندنا ولله الحمد بعض الجهود ما ذكره الدكتور عن موضوع الطوارئ وزيادتها المذكور اليوم في الخبر هو أسرة الملاحظة فقط، يعني كملاحظة وقتية في الطوارئ كانت 7 أسرة، والآن المجمع افتتح قسم كامل للملاحظة زادها 3 أضعاف لتصل إلى 20 سرير، ليست هي المعنية بأقسام الصحة النفسية، هي المعنية بالملاحظة في الطوارئ كملاحظة وقتية. جميل. ولله الحمد يعني الجهود إن شاء الله جيدة، ونحن عملنا ولله الحمد مستمر، وجهدنا إن شاء الله أن يتكاتف مع المجتمع بإذن الله. شكرا لك الأستاذ حمد بن مشخص العتيبي، المتحدث الرسمي بمجمع الأمل للصحة النفسية. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعد الفاصل لنعود.